بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكة. الحمد لله جماعة، بعد معاناة شوية ومحاولات وتجارب واكتشاف مادة أقوى من الفلاكس أو مساعد لحام أقوى من الفلاكس، ممكن تلحم القصدير العادي اللي هو ما بيتلحمش، اللي هو زي ده كده، تيجي تحط عليه الكاوية ما يسيحش، تيجي عايز تلحم حتت حديد أو سلستين زي دي كده مثلا، أو حجارة أو حاجات زي كده، أو مثلا حتى سكينة سلستين، أو حتى سكينة من هي بتاعت خلاط، أو أي مادة عايز تلحم فيها القصدير. للأسف كنا بنعاني، وكنا بنستخدم زمان حاجات طبعا زي ما عارفين الرزينة أو الألفونية أو الفلاكس، حاجات كتيرة زمان قوي يا جماعة. طبعا بفضل الله أنا اكتشفت المادة دي ورخيصة جدا زي ما احنا شايفين كده، الكيلو منها بعشرة جنيه، الكيلو منها بعشرة جنيه، موجودة قدامنا على طول وفي بيوتنا. يعني الشوية دولك أنا اشتريت ربع كيلو باتنين جنيه مصري ونص، ما يجوش حتة ألفونية قد كده. حتة الألفونية كده يا جماعة اللي بتتباع في محلات الألفونية بعشرة جنيه. الحمد لله إن أنا اتوصلت للمادة دي بعد تجارب كتيرة، جربت مواد كتيرة، والحمد لله الطريقة دي نجحت. يعني جربت في حاجات كتيرة لدرجة إن أنا جربت مثلا الجاز، الطنر، الزيوت، مش عارف ايه، حاجات كتيرة جربتها، فاكتشفت ان المادة دي اقوى من الفلاكس عدة مرات، ومرمية قدامي ليل ونهار، وموجودة في اغلب بيوتنا. هوريها لكم كده يا جماعة على الطبيعة بدون اي ايه كلام كتير. بسم الله. طبعا هجربه لكم على الاول على القصدير، وان هو بيسيح القصدير بطريقة سريعة جدا. طبعا المادة دي مش مضرة، مش ملهاش تأثير يعني حارق أو حاجة زي كده. أو يا جماعة شوفوا شوية قد إيه كده، هناخدهم كده على جنب ونجيب حاجة مثلا حتة مثلا بلاستيكية أو حاجة ناخد منها شوية، أو نحطها في اللي هي بتاعت القطرة دي نملاها وننزل بالحتة على حسب الحتة اللي هي مضايقانا وما بتتلحمش. أول حاجة يا جماعة هوريها لكم زي ما احنا شايفين كده، مثلا إيه يا ربي، هات مثلا ده أهو، ده هيد المادة دي. هنشوف كده يا جماعة باللحام العادي. بصوا يا جماعة دي هنجيب الكاوية كده وهوريكم الفرق. بصوا أهو، بصوا يا جماعة القصدير يا جماعة ساح. بصوا القصدير ساح اهو، بصوا القصدير ساح اهو يا جماعة، وممسكش في الايه، وممسكش في الهيد دوت. اما نجيب المادة دي يا جماعة، بصوا يا دوب حتة كده على معلقة، بصوا يا جماعة اهو نقطة بس، بصوا اهو يا جماعة نجرب بقى. ادي القصدير اهو ونلحم كده. بسم الله. القصدير كان الاول بيسيح اهو، اهو يا جماعة كده، نديها تاني. بصوا يا جماعة، بصوا شوفوا المعجزة، بصوا يا جماعة المعجزة، بصوا القصدير مسك، بصوا بصوا يا جماعة القصدير، بصوا مسك ازاي، بصوا يا جماعة بقى زي الحديد ماسك لابد فيها. نجرب حاجة صغيرة تاني، حاجة زي ايه مثلا، ايه انا جبت السكينة، السكينة دي يا جماعة السلستين، نجرب في دي كده ونشوف اهو، ونجيب شوية ايه اهو يا جماعة
طبعا الحتت كبيرة، حتت محتاج حرارة كتير، عشان دي تعتبر مبدد حراري، ان القطعة كبيرة اهو كده يا جماعة. بس لما بتكون الحتة صغيرة هتسخن طبعا السكينة اهو كده يا جماعة. انا بردها شوية بقى، بصوا يا جماعة بقى نشوفها. بصوا مسكت ازاي، بصوا يا جماعة حديد يا جماعة، بصوا مسكت زي الحديد. احيانا يا جماعة برضو حجرة زي دي بيبقى عايزين نلحمها اهو يا جماعة، عايزين نعمل عليها قطب سالب كده اهو، نديها كده ونجيب مثلا الكاوت اللحام اهو كده يا جماعة اهو، ونحاول نسيح اهو كده يا جماعة. بصوا ساعات بيبقى عايزين نلحم سلكه في ايه، في حجر زي مثلا اللي هي الايه، في بعض الليثيوم، بطاريات الليثيوم مثلا اهو كده، بتبقى ناعمه وصعبه اللحام فيها اهو كده يا جماعه. بصوا اهو نبرد كده، بصوا يا جماعه، بصوا مسكت زي الحديد اهي، بقت هي واللحام جامد. طيب نجربه كده بقى على حاجه تانية، على اللحام ايه، لحام بعض الايه مثلا ايه، لو حته مثلا قصديره كبيره مثلا زي الترنصات مثلا. بصوا يا جماعه شاهدوا، هنحط على النقطتين دول كده الكبار اهو. بصوا يا جماعه القصدير بيعمل ازاي، بصوا احسن من بص ده ازاي، ده زي الميه يا جماعه. بصوا اهو، بصوا ممكن اجرب مثلا ايه، اجربه بالقصدير بالشفاط اللي ايه، يعني مثلا هنحط كده شويه اهو يا جماعه كده على النقط الكبيرة اللي صعب نعملها اهو كده يا جماعة، ونجيب الشفاط. بصوا يا جماعة ادي النقطة دي مثلا اهو، اهو يا جماعة، وادي النقطة التانية. يعني ده يا جماعة صدقوني احسن من الفلاكس، واقوى من الفلاكس، وارخص من الفلاكس. انا بقول لكم ربع كيلو بس ب2 جنيه ونص مصري. بصوا يا جماعه اهو، شوفوا يا جماعه لقطت الايه اهو، بصوا اتشالت اهي، بصوا بسرعه. لو حتى ايه، لو حبيت تلحم، اقول لك الحم، اجيب لكم اهو السكينه دي ممكن الحمها لك اهو، دي سلستين يا جماعه اهو، انا جايب مغناطيس كمان اهو. بصوا ده ايه يا جماعة، مغناطيس، ده مغناطيس اقوى مغناطيس اهو. طبعا المغناطيس هيبان هنا في ده اهو، ده حديد في المفك، دي سلستين. طب دي ممكن نلحمها ان شاء الله بفضل هذا، بفضل الله اولا يا جماعة، وبفضل هذه المادة الرخيصة اهو يا جماعة كده مثلا هنا كده اهو. بصوا يا جماعه فين اهي، هنعمل كده يا رب بسم الله اهو يا جماعه كده، ونلحمها ابدي انت اهو كده يا جماعه. بصوا اهو بيحصل تفاعل بينها وبين المعدن اهو يا جماعه. بصوا مسكت ازاي فيها اهو، ارفع ايدي بقى اهو يا جماعه، بصوا ونشوفها كده، ننشفها شويه. بصوا يا جماعه ده سلستين، شوفوا عامله ازاي، اما حته القصديره دي بتبرطش، عارفوا ان هي مسكت في الحديد. بصوا يا جماعه حديد، بصوا يا جماعه حديد، هي والبتاع دي لحام واحد.
طبعا في حاجة تانية، ساعات بنلحم احنا في بعض اللمبات، في قاعدة اللمبة كده سلكة وسلكة هنا، نجيب برضو كده من المادة السحرية بتاعتنا دي اللي هي أقوى من الفلاكس 100 مرة وغير مؤذية، أهو مثلا من هنا كده. ساعات بنبقى عايزين نلحم سلكة كده يا جماعة، فين القصدير؟ أدي القصدير يا جماعة، هي فين المادة؟ أهي المادة يا جماعة، أهي كده، أهي. بصوا يا جماعة، مسكت في القصدير بسرعة، بصوا سبحان الله، الحمد لله ربنا ريحنا وعرفنا على المادة ديك اللي هي قوية جدا جدا جدا، بتلحم أي حاجة، بتسيح القصدير اللي لا يمكن، عايز تفك اي سي او عايز تفك حاجة، ده اقوى من الايه اهو يا جماعة. بصوا على نقطة القصدير كده يا جماعة، بص القصدير يعني ساحب بسرعة، بصوا سبحان الله، علم الانسان ايه ما لم يعلم. وقلت لكم المادة دي ببلاش، الربع كيلو يا جماعة ب2.5 جنيه مصري، يعني تمن بسكويتة. الحمد لله المادة دي يا جماعة عشان تبقوا عارفين اهي، دي مادة بنستخدمها في بيوتنا في الحمامات، المادة دي اسمها فلاش. طبعا المادة دي غير يعني مش خطيرة، بس برضو نتعامل معها برضو بحذر، لانها برضو مواد كيماوية، مهما يكن نحطها في حاجة زي كده اهو، وننقط كده بالنقطة عن نقط اللحام. ارجو طبعا دي انا قلت دي بفلاش، موجودة عند بتوع اللي بيبيعوا ايه الحاجات بتاعت التصبين اللي هم بيصبنوا بيها الحمامات وتنظيف الحمامات، بتوع الصابون والمواد الايه مواد السائله. ارجو ان اكون وضحت الفكره. معلش يا جماعه انا نسيت حاجه، دي ماده اللي هي الفلاش اللي بينظفوا بيه الحمامات، دي تقريبا فيها احماض بتنظف الاواعي بتاعه الحمام والحمامات من الداخل، لانها بتاكل وبتدوب المواد العضويه، فطبعا لما بتشيل المواد العضويه من على المواد اللي احنا بنلحمها بالقصدير بيبقى سهل القصدير يمسك فيها. ارجو ان اكون ما نسيتش حاجه واكون افدتكم من هذا الفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.